وبعد ما عرفنا مفهوم نظم معلومات الجغرافية وحقيقة صار لازم نعرف كيف تطور لحد ما وصل للشكل اللي عليه اليوم. قبل ما نبدأ رح نبين محتويات الفيديو. بالبداية رح نتبين المراحل اللي حدثت في مسار التطور، تفاصيل كل مرحلة، لكن قبلها رح نتبين أسس التطور، وبعدها رح نعرف كيف كان يتم التعامل مع البيانات الجغرافية قبل وجود ما يسمى بنظم معلومات الجغرافية من حيث آلية جمع البيانات وتحليلها وعرضها. وبعدها رح نتعرف على بعض الشخصيات اللي ساعدت في مسيرة التطور وكان لها أثر مجال نظم المعلومات الجغرافية، وآخر شيء رح نعرف العوامل اللي ساعدت على عملية التطور. وهون لازم ننوه لشغلة انه موضوع الفيديو عن تاريخ الجياس مش عن تاريخ الخرائط والجغرافيا بشكل عام، اللي يمكن نحكي عنه فيديوهات ثانية. وهسا يلا نبدأ. في البداية التقدم بنظم معلومات الجغرافية انبثق من أساسين، الأول التطور والثاني الحادث. الأساس الأول التطور كان مرتكز على تطور التقنيات من الكمبيوتر ووسائل جمع البيانات والبرمجيات وتقنيات المستخدمة بالتحليل وعرض المعلومات المكانية المرتبطة بدورها بمعلومات وصفية من جهة، تطور علم الخرائط وعلوم المساحة من جهة أخرى. بالنسبة للأساس الثاني الحادث كان الطلب الكبير والحاجة لطرق وتقنيات لفهم الواقع وتحليل المعطيات الموجودة ومتابعة التطورات بطرق أسرع وأسهل محفز لتطور نظم معلومات الجغرافية وتقنياته تداخله مع علوم أخرى مثل علم السكان، المناخ، الجيولوجيا، البناء والإنشاءات. لما تزامنت الحاجة مع تطور التقنيات صار عندنا ظهور نظم معلومات الجغرافية وتطور. نبدأ بمراحل التطور الرئيسية في تطور نظم معلومات الجغرافية. هون عندنا أربع مراحل رئيسية. الأولى بدأت عام 1963، بعدها كانت المرحلة الثانية عام 65، بالنسبة للمرحلة الثالثة كانت عام 69، والمرحلة الأخيرة بعد عام 2000. رح نقارن بينهم بناء على أكثر من جزئية. أول شيء بناء على اسم الشخص اللي ساعد بالتطور، بعد المكان اللي صار فيه التطور، وبعدها تفاصيل التطور، وآخر شيء الفائدة المستفادة من التطور. بس قبل ما نبدأ بعملية المقارنة رح ننتقل للنقطة الثانية اللي فيها رح نحكي عن كيف كان يتم التعامل مع البيانات المكانية قبل ظهور ما يسمى نظم معلومات الجغرافية، عشان نقدر نشعر بمقدار التغير الحاصل بالمراحل المرتبطة بالتطور اللي رح نكمل بعملية المقارنة ما بينهم. بس بعد ما نكمل النقطة الثانية هون رح نعرف كيف كان يتم جمع البيانات المكانية، كيف كان يتم تحليلها وتنظيمها، كيف كان يتم رسم الخرائط وقتها. بحيث انه قبل ما نوصل للطرق الحديثة المستخدم جمع البيانات كان المسح الميداني هو الطريقة الشائعة عن طريق المراقبة والبحث والملاحظة والتدوين. جمع البيانات كان يتم معالجة البيانات المجموعة بطرق يدوية، وهذا الشيء كان فيه نسبة خطأ كبيرة لأنه بيعتمد على الشخص اللي بيقوم بعمله. هون راح يتغير جودة البيانات وتغير ظروف هذا الشخص، سواء الظروف الصحية أو النفسية أو حتى المزاجية. بغض النظر عن الحاجة لأكثر من شخص كلهم متخصصين مجالات مختلفة اللي راح يترتب عليه المزيد والمزيد من الوقت والجهد والتكاليف العالية. مع الوقت صار استخدام أدوات تساعد على جمع البيانات وخصوصا مع ظهور أجهزة الحاسب الآلي. وبالنسبة لأساليب تحليل البيانات صارت أدوات الحاسوبية متاحة لأغلب المستخدمين اللي من خلالها يتم تنظيم وتحليل البيانات بأحجامها الكبيرة كما ونوعا، قدرة عالية من الدقة ووقت وجهد أقل بنسبة كبيرة. مش رح ننسى نذكر اللي صار عام 1854 بفضل الدكتور جون سنو، استخدم طرق التحليل الموجود في نظم معلومات جغرافية قبل ما يظهر نظم معلومات جغرافية ما يقارب قرن كامل. رح نحكي عنه بالجزء الثالث من الفيديو. هسه رح نرجع نكمل بجزئية المقارنة اللي ذكرناها بالجزء الأول. نبدأ أول شيء عام 1963، وبعض مصادر ذكرت عام 1962. كانت هاي المرحلة الأولى في تطور نظم معلومات جغرافية بفضل الدكتور روجر توملينسون اللي كانت مدينة أوتاوا في كندا. دكتور روجر سمي أب نظم معلومات جغرافية اللي طور أول نظام معلومات جغرافية لاستخدام قبل شركة CLI، وهي شركة تهتم بجرد الأراضي، وكان عندهم وقتها مشروع على غابات شرق أفريقيا لإدارة تخطيط استعمالات الأرض. كان مخطط لهذا المشروع أن يتم خلال 3 سنوات تكلفة 8 مليون دولار، لكن بفضل نظام دكتور روجر اللي عقد بتعاون مع شركة IBM اللي هي شركة مختصة تصنيع أجهزة الحاسب الآلي، وبعد ما جمع المعلومات الجغرافية مع أجهزة الحاسب الآلي تم إنجاز هذا المشروع خلال عدة أسابيع تكلفة 2 مليون دولار. وبعدها تم إنشاء أول نظام معلومات جغرافية باسم Canadian GIS أو باختصار CGIS. وبعدها بسنتين أو 3 سنوات تحديدا بعام 1965 كانت المرحلة الثانية للتطور في جامعة هارفارد، حيث أنشأ هاورد فيشر أول برنامج لصناعة الخرائط باسم سيما. هو برنامج مختص بالرسومات الآلية والتحليلات المكانية. وبعد 4 سنوات يعني بعام 1969 أنتج جاك دانجرمان وزوجته لورا معهد الأبحاث
استشارات تنظم بيئية باسم إزر، وصار يقدم استشارات برسم الخرائط الحاسوبية وتحليل المكان لمجالات التخطيط. وبعام 1982 أطلقوا برنامج ARC M لتطور منه برمجيات ثانية كثيرة مثل ARC جايا. استمر التطور اليومنا هذا اللي صار بإمكان العمل على نظام بوسط جهاز حاسوب مساحة ما بتزيد عن 1 متر أو 2 متر مربع. وهذا الشيء صار بعد عام 2000 حيث انتشر عندنا أجهزة الحاسوب، فظهر عندنا ما يسمى جوجل مابس، ظهرت عندنا برمجيات ومعلومات رقمية مفتوحة المصدر. انتقال الجزء اللي بعده هو بعض الشخصيات كان لها أثر في مجال نظم معلومات الجغرافية. أول شيء رح نبدأ مع الدكتور جون سنو. عام 1854 ميلادي في بريطانيا في لندن تحديدا في مقاطعة سوهو تفشى مرض الكوليرا. كثرت الاقتراحات حول الأسباب أو الحلول الموجودة عشان يعالج هذا المرض. قام دكتور جون اللي هو طبيب أصلاً تصميم ما يسمى الهوت. طبيب جون قام بطرح هاي الخريطة لتمثل توزيع الإصابات بالمرض. الخريطة تمثل مصادر مياه الشرب. لوقتها كان مصدر مياه الشرب مضخات مائية ذات مقابض موزعة في الأماكن العامة. استطاع تحديد المضخات الملوثة بهذا المرض اللي وقتها كان مصدره من المياه الملوثة من روث الحيوانات من مياه الصرف الصحي اللي تسربت لمياه أبار الشرب بغياب نظام الصرف الصحي ومنع الناس من الشرب منها والسيطرة على المرض. بعدها رح نحكي عن جاكلين ديبروي اللي هي بعام 1950 طورت فكرة الطبقات الجغرافية اللي عملتها بشكل قريب كثير من الشكل اللي بنتعامل معه اليوم. بعد ما ظهر مفهوم الخرائط الموضوعية بنهاية القرن الثامن عشر اللي هي الخرائط اللي تظهر معلومات موضوع محدد بعد ما كانت الخرائط عامة يعني بتمثل أكثر من موضوع بنفس الخريطة. أما بالنسبة للطبقات وجاكلين اللي عملت دراسة بعنوان مساحات التخطيط، نظمت بيانات الدراسة تحت أربع طبقات وهي الارتفاعات والصخور والمياه والأراضي الزراعية. رح نحكي عن فكرة الطبقات بفيديو بعده. وبالنسبة للجزء الأخير اللي هي العوامل اللي ساعدت على التطور، نبدأ أول شيء بتطور أجهزة الحاسب وتطور البرمجيات والأدوات المستخدمة، حيث تطورت أجهزة الحاسب من جهاز بحجم غرفة إلى جهاز بحجم الحاسوب المحمول بسرعات عالية. صرنا نشوف أجهزة أصغر بشاشات أكبر بسرعات أكبر. اثنين وفرت البيانات بنوعيها المكانية والوصفية والخرائط بشكل رقمي حيث صرنا بنقدر من خلال شبكة الانترنت جمع بيانات لأي منطقة بالعالم. ثلاث سهولة جمع البيانات بتكلفة أقل وهذا الشيء فضل تطور أدوات جمع البيانات. أربعة تسع تطبيقاته ومجالات عمله. خمسة ظهور الانترنت وتطوره وتطور وصال الاتصال ونقل البيانات. ظهور شبكات الحاسوب اللي ساعد على نقل الملفات والبيانات ما بين الأجهزة. ستة زيادة الوعي بأهميته. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا محمود المؤمن وهذا كان موضوعنا. سلام.